اسمي بدرة أحمد الجنود أرملة. توفى بعد ما جينا من سوريا بتسعة أشهر، هو سكتة قلبية بسرعة توفى. طيب شو بده يشترونه؟ عايش لحالي أنا والبنات، أنا وأربع بنات عايشين لحالنا هون بالخيمة. ما حد يغد من نغد البنيات يشتغلن بالورشة. ما بيطلعوا إيجار الخيمة يعني البنات. يعني وضعي يعني وضع المادي تحت الصفر. الحزب بيبيع علي أكثر من 4-5 ملايين دي. صعوبة والله رمضان عن 3 أشهر بده مصروف، يعني مصروف رمضان بده مصروف 3 أشهر. لأن تعرف أولاد صايمين وبده الواحد يجيب إجباري. يعني أصعب شهر عندنا برمضان. والعيد بعده يجي. وبدك للعيد للأولاد لبس وبدك أكل العيد وبدك. ولا نحس إنه عيد عندنا خالص أبداً. لا الكبار ولا الصغار. تغريد طلعت عمرها 7 سنين، قد السحر طلعت على الورشة قامت تشتغل. والأخرى كذلك الأمر، عمرهم 7 سنين و8 سنين طلعوا صار لهم 7 سنين بيشتغلوا بالورشة. صابهم مرض الحزايد التغريد، صابهم مرض بظهرها ما عاد تقدر تشتغل. اسمي تغريد جمال جنود. عمري 13 سنة. بشتغل بالبطاطا. صار لي 6 سنين أشتغل. كنت بطلع الشغل مشان بساعد أمي مصروف البيت. وتمنيت إني أدرس مشان بصير دكتورة. يبقى الليلة أشوف وقت أشوف إنك والله قلبي بتقطع لي. الحزاي ده حق الساحب أول عمرها 13 سنة. فيها مرة حزتين بدي أخذها على الدكتورة بدي أحكمها، ما أدري أقدر أحكمها ما معي أحكمها. بدها رجلها وظهرها عم يضربوا. الناس بتقول لي ديسك، ناس بتقول لي ما أعرف شنو، ناس والله أصعب من هيك حياة. ساعات أتمنى الموت. والله ساعات أتمنى الموت، أقول لهم لو أنا موت أرتاح من الحياة. تجيك يوم بدهن هيك وبدهن هيك ما معك ولا بدك تجيب لهم. أتمنى الموت ولا تنهي. ساعات بدهن يمرضوا وبدك تقنع الدكتور ما معك. يعني الواحد أصعب من الحياة. أتمنى أولادي يكونوا يتعلموا. كنت أتمنى أسكن ببيت مصروف أصرف عليهم أقدر أجيب لهم الشيء اللي بدهم إياه. يعني ضغوط، أقول لك ضغوط نفسيا مو شوي زيادة.